هذه الموجة مقارنة بالموجة الثالثة بروفيسور إيدير بيطام التي كانت ربما خطيرة، وشفنا أنه في حالات جد خطيرة وصعبة وحالات وصلت إلى المستشفيات وكان فيه ضغط كبير على المستشفيات، في هذه الموجة الرابعة الملاحظ أنه مثلا يعني المريض المصاب بفيروس كورونا يعني لا نستطيع أن نقول يعني دلتا أو أوميكرون، لكن الكل يعني حالته ما هيش خطيرة يعني، لكن عندما يتوجه إلى مخابر التحاليل التحليل يكون إيجابي. ما هو تفسيرك لهذا الوضعية؟ هل تعتقد أنه الآن هو أوميكرون اللي سيطر على كل الحالات في الجزائر، لهذا السبب ربما الحالات خفيفة وما فيش حالات خطيرة؟ نعم حقيقة نشوفوا أسبوع الفارط فقط، أسبوع الفارط فقط كان عندنا إحصائيات 50% من حالات الإنفلونزا الموسمي، كانت 50% هي الكوفيد 19 كوفيد 19، والآن نلاحظوا بلي نقدر نقول 100% من كما نقولوا لي سيمبتوم دونك الاعراض تاع الانفلونزا الموسمي هي قرب 100% راهي هي الكوفيد 19. على بالنا دوك احنا نوصيو الناس لكل الناس اللي عندهم الاعراض يتشبه الانفلونزا الموسمي ولا يتشبه الكوفيد يروح يدير لو تيست انتيجينيك. لو تيست انتيجينيك هو فحوصات سريعه هي موجوده ما في الصيدليات والسعر تاعها راهو خفيف، دونك حبطنا السعر تاعها دوكا 100,000 دينار تقدر دير هذا التيست. 1000 دينار جزائري يعني 100,000 يقدر واحد يديه للدار يخدمه الدار بلا ما يروح المخبر يدير لاشين كما يقولوا يكون مع الناس بزاف، وهذاك يقدر يزيد يجيب الكوفيد مع الناس اللي راهم موجودين فيستناو النتائج ولا يروحوا يستناو باش يديروا التعيار. دونك هذا حاجه مليحه. دونك كما لاحظنا نقدر نقول بيقدر قريب 100% من الناس اللي عندهم اعراض ما من الاعراض خفيفه جدا كما نقولوا سيان في النف في النيف في الانف عفوا ولا شوي وجع في الراس ولا حاجه خفيفه جدا يروح يدير هذا التحاليل السريع يصيبو ايجابي دونك لي بوزيتيف. هذا يرجع نقول الحمد لله اظن بانه الاوميكرون يعطي كما نقولوا دي سيمتوم الاعراض خفيفه جدا، وان شاء الله هو اللي راح يدير لنا المناعه الجماعيه. خاطر عدد الاحصائيات اللي نشوفها في وزاره الصحه كان 13% فقط من الجزائريين اللي داروا لقاحات، وكان ديروا زيد هذوك اللي داروا الكوفيد في الموجه الثالثه اللي مازال عندهم شويه المناعه نقدر نقولوا لحقنا 30 ولا 40% فقط. طيب سنتحدث عن هذه